في فرق ان انا شادد ان انا جايب ايدك جايب ايدك ده فاول في اي حته مظبوط يعني في اي رياضه. خلينا نخرج لتليفون مهم معانا كابتن مودي الجرحي احد كباتن النادي الاهلي. كابتن مودي مساء الخير. نور كابتن خالد حضرتك الف مبروك يا كابتن مودي. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله تعبتونا وموتونا وحرقتوا اعصابنا من الاخر يعني صح كده؟ بس الحمد لله في الاخر كسبنا الحمد لله. تقول يا كابتن مودي على مكسب النهارده. لا والله طبعا المباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لنا طبعا نازلين ان احنا لازم تكسب عشان توصل دور الثمانية فكان في ضغط صراحة علينا جامد جدا. وحد برضه الثلاث محترفين دي برضه أول مرة نلعبها يعني نلعب ثلاث محترفين في الملعب لسه كمان منهم واحد لسه واصل من خمس ست أيام. الموضوع كان احنا كنا مضغوطين جدا طبعا وعارفين المنظيم على أرضنا وإن شاء الله بإذن الله لو وصلنا دور الأربعة ممكن ناخد فاينل على أرضنا. كان ده كل ده يعني في ضغط علينا الحمد لله حتى في الأول كان باين شوية بس الحمد لله في الآخر يعني كالعادة بتاعتنا يعني الحمد لله قدرنا في اخر كوارتر كده يعني نرجع لمستوانا الحمد لله قدرنا يعني. كابتن مودي اكيد انا عارف انت حد من بتحب او كل لعيبه النادي الاهلي بتحب وجود الجماهير. قول لي الصاله شكلها ازاي من غير جمهور بصراحه بجد؟ لا هو بصراحه انا اقول لحضرتك على حاجه يعني اتفضل يعني التصفيات دي لو الثلاث ماتشات الجمهور كنا كسبنا اول ماتش اول اغسطس ده كنا كسبناه طبعا الجمهور عامل الاساس يعني للفريق النادي الاهلي والحمد لله احنا من سنتين في نفس الصاله خدنا فرقه افريقيه هنا مع اول اغسطس والنهارده على فكره عايز معاك النهارده الحمد لله برضه سبب المكسب ان كان في برضه يعني شويه جمهور النهارده يعني على بالنسبه لامبارح واول امبارح النهارده شويه جمهور صراحه الموضوع بيفرق جدا جدا مع لعيبه الملعب حتى. تحس ان الصاله كده يعني ما فيهاش طبعا انت حد بيحركك حتى لو انت مش قادر لو انت تعبان او انت حاسس وحش تلاقي ناس بتجيبك يعني الحمد لله يعني. طب قول لي توعد ايه بالجمهور للمرحله اللي جايه؟ الجمهور اكيد متعطشه ببطوله افريقيا اللي جايه باذن الله. تقول ايه لكل الجماهير النادي الاهلي في على بطوله افريقيا؟ والله كابتن خالد طبعا احنا الحمد لله دلوقتي احنا وصلنا دور الثمانيه استنى لسه بقى المجموعه اللي جايه بتاعت سموحه وبترو اتلتيكو مين هياخد تيم اول. بس احنا في الفتره الجايه دي يعني هنستبعد شويه بطوله افريقيا عشان عندنا الاول دوري السوبر هنخلص السبع ماتشات دول وان شاء الله نرجع تاني لسه في اخر ثلاثه بقى ده الدور الثمانيه هيبقى رايح جاي رايح جاي ماتش هنا وماتش هناك. ماتش هنا وماتش هناك. فباذن الله احنا كده هناخدها خطوه برضه عشان يعني برضه الدوري بنت برضه فهناخدها خطوه. الحمد لله احنا كده حققنا التارجت يعني في الاول في الدوري الافريقي فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه كده نركز في الدوري وان شاء الله نرجع تاني يعني احنا نحاول نموت السنه في كل البطولات ونحاول نفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يعني باذن الله. يا كابتن مودي الف الف مبروك بارك لكل اللاعبين كل الفريق ونقول لكم الف مبروك ونتمنى في المرحله الجايه دوري سوبر قوي محتاجين وكل الجماهير هتدعم معانا وهنفضل ندعمكم لغايه اخر لحظه واخر ماتش ليكم باذن الله ونبارك لكم في الاخر على دوري سوبر باذن الله وكل البطولات اللي جايه وبطوله الافرو ليج باذن الله. شكرا كابتن مودي.